أحسن الله إليكم. يقول: ما الأجر المترتب على الصبر عند حدوث المصائب؟ وإذا كان الإنسان لا يملك نفسه ماذا يفعل؟ الصبر عند المصائب واجب. قال تعالى: وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أنواع الصبر صبر على المصائب، يصبر الإنسان ولا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأما ما لا يستطيعه من البكاء، بكاء العين وحزن القلب، فهذا لا يؤاخذ عليه لأنه ليس باختياره. الرسول صلى الله عليه وسلم حزن، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى عند المصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بحزن بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، يعني اللسان، أو يرحم. إن تكلم بكلام طيب فإنه يرحمه الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وإن تكلم بكلام سيء أو نياحة أو جزع فإن هذا يعذب والعياذ بالله. نعم.